الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعها المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة، وممثلين عن البنك الدولي عملوا مؤتمر صحفي للإعلان عن بداية فعاليات مشروع تنمية الصعيد. ووزيرة الاستثمار من خلال المؤتمر أعلنت عن إطلاق فعاليات هذا البرنامج، برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد. البرنامج ده ممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. خلونا نتابع تفاصيل أكتر عن المؤتمر في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. طيب، لغاية لما يكون التقرير جاهز، احنا معانا دلوقتي على التليفون سيادة المحافظ، محافظ سوهاج، دكتور أيمن عبد المنعم. برحب بحضرتك معانا سيادة المحافظ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم. فيما يتعلق بتنمية الصعيد، نتكلم عن سوهاج تحديدا ونصيبها في هذا البرنامج. هو الحقيقة البرنامج يعني يعمل طفرة كبيرة ان شاء الله في الصعيد، وخاصة في سوهاج. كلنا عارفين سيادة الرئيس قد كده توجهه العام دلوقتي لصعيد مصر. احنا في مفاوضات الحقيقه هذا القرض بقالنا ما يقرب من عام. بشكر الحقيقه معالي الوزيره دكتوره سحر نصر، ومعالي وزير الصناعه والتجاره، ووزير التنميه المحليه. احنا عملنا مفاوضات كتيره جدا مع البنك الدولي. نعم. لغايه لما عملنا الفرص الاستثماريه في كل محافظه، وبناء عليه بدانا نحط الاولويات، ايه اللي احنا عاوزينه من البرنامج. الحقيقه البرنامج بيهدف لحاجتين مهمين جدا. اتفضل. اول حاجه تعزيز قدره الحكومه المحليه على تقديم الخدمات، ان انا اقدر ادي خدمات للمواطن، وبالتالي انا بعمل تحسين للبيئه اللي تساعدني في تنميه القطاع الخاص والاستثمار. الجميل الحقيقه في البرنامج انه له ضوابط كتيره جدا. في عندنا لجنه تيسير وزاريه القائمه على هذا المشروع او هذا البرنامج، وهناك المكتب التنسيقي، وده بيبقى فيه البنك الدولي مع ممثلين للوزارات، ثم مجلس اقتصادي في كل محافظة برئاسة المحافظ ومجموعة القيادات التنفيذية والمحلية. تمام. ووحدة التنفيذ. كل الهيكل ده بيضمن الجدية، المتابعة، ازاي اقدر اوصل لمنتج ذات جودة. كمان المتابعة بتاعته ان كل سنة بنقيم، اذا ما تمش الانجاز بالنسب المرضي عنها بيقف المشروع على طول عشان نشوف ايه الاسباب. كمان عنده مرونه ان لو في الخطه لو في مشروع قومي او مشروع يستاهل بنبدا ندرجه بعد دراسته من جميع المستويات. الجميل في حضرتك انه كمان بيرفع من قدره الموارد البشريه، يعني عندنا برنامج لتنميه الموارد البشريه حوالي 515 موظف ياخدوا دورات تدريبيه في جميع المجالات، وبالتالي يقدر يتعامل، بيكتسب مهارات التواصل، ازاي اختصر الوقت في الاجراءات الاداريه، ازاي اطبق القوانين بالصوره الصحيحه، سواء اذا كان قانون 89 بتاع المناقصات او قانون 119 بتاع البناء. ايوه. القرض او البرنامج بيستمر لمده 5 سنوات، كل سنه في حصه من المبلغ. الحقيقه المتابعه اللصيقه في هذا البرنامج شيء جميل جدا، واحنا يمكن عندنا في سوهاج عدة مناحي لهذا البرنامج. مثلا عندنا متحف بقاله 35 سنة فضله مبلغ بسيط ويشتغل ويبدأ يبقى الحقيقة رمز أثري في على النيل. عندنا قرية أساس لأول مرة تتم في صعيد مصر، 70 فدان، تم توصيل المرافق كاملة السنة اللي فاتت بتكلفة حوالي 157 مليون. النهاردة مع هذا البرنامج بنجيب شركة أيادي اللي تبع وزارة التخطيط، وهتبدأ تطبق لنا، تخيلي حضرتك، مشروع لأكثر من 5000 عامل يمتهنوا مهنة الأساس. وهنعمل مدرسة تعليم فني، يبقى الطالب يدرب على احتياجات السوق ويبقى تدريباته في المصانع دي وعارف أنه بكرة هيشتغل فيها، منطقة سكنية ملحقة بيها، وبعد كده منطقة تسويق ومعرض لعرض المنتجات من الأساس. بالظبط الحقيقة احنا عاملين تنسيق دلوقتي مع دمياط، يبقى عندنا مدينة الأساس ودمياط، وبدأوا التجار النهاردة والصناع يمتزجوا هذه الخبرات. أنا شايف إن ده مستقبل واعد إن شاء الله في صعيد مصر، بالإضافة إلى محاور كثيرة جدا، التربية والتعليم والصحة، البنية التحتية زي المية والصرف، الكهرباء.
يعني ان شاء الله هيتم. طب قول لي قول لي يا سياده المحافظ، احنا اللي عاملين يعني زي ما حضرتك شرحت كده الاجنده الخاصه بينا، المشروعات اللي احنا محتاجينها والسقف الزمني، احنا اللي حاطينه لنفسنا ولا البنك الدولي يعني برضو ليه تصور فيما يتعلق بالمبلغ اللي هيقدمه المفترض المشاريع؟ يمكن قبل كده كنا سامعين انه في منح وفي فلوس، لكن كان الرئيس بيقول ليه ما بتصرفش، ليه ما بتحطش في مكانها ونستغلها ونشتغل عليها صح. تمام، انا بحيي حضرتك على السؤال. لا الحقيقه احنا قبل ما نعمل التفاوض عملنا خريطه استثماريه في المحافظه وشفنا ايه اولوياتنا، واحنا اللي اشترطنا الحقيقه مع مجموعه الوزراء المشاركين معانا في المفاوضات ان احنا نحط اولوياتنا، والحقيقه محدش فرض علينا، وده الجميل في هذا البرنامج. تمام. انه الاحتياج كل مشروع المواطن هيستشعر الاثر بتاعه فورا. عاوز اقول لحضرتك ان الخطه والموازنه لهذا البرنامج تم طرحها اونلاين على صفحات المحافظه، على الفيسبوك وعلى البوابه الالكترونيه لمشاركه اهلنا والمستثمرين والقطاع الخاص، وكل واحد من حقه ان هو يدي اي ملحوظه او اعتراض او توجيه. وعملنا اليه لتلقي الشكاوى وازاي الجهه اللي تقدر ترد عليها في وقت سريع. يمكن احنا اخترنا نتكلم عن فرص التنميه في محافظه سوهاج تحديدا لانه يعني من المحافظات اللي مخنوقه، يعني فرص العمل فيها قليله جدا، متطلباتها واحتياجاتها كثيره. فحضرتك تتوقع يعني مع هذا البرنامج الطموح، مع المشروعات اللي حضرتك شرحتها دلوقتي، الجدوى الاقتصاديه، فرصه العمل، فرص العمل اللي هتتوفر، مستقبل سوهاج في ظل هذا البرنامج دكتور ايمن يعني في جمله اخيره؟ أنا بحيي حضرتك. هو إحنا ليه الصعيد، أنا أول ما اتكلفت الحقيقة وتشرفت إن أنا رحت سوهاج بقالي سنتين، الشعار المرفوع أن الصعيد فقير وطارد السكان. ما هو لأن كده يا فندم مفيش بنية تحتية مكتملة، هناك قرى كثيرة تم فتح مشروعات صرف عن طريق منح وتوقفت من زمان. المواطن لا يستشعر بخدمة مريحة. النهاردة لما بنقدم له البنية التحتية احتراما للمواطن وحقه وتوجيهات سيادة الرئيس بفعلا الاهتمام بالصعيد ووفر له فرص عمل، تفتكر حضرتك هيروح مصر ليه أو اسكندرية أو يطلع محافظة تانية؟ صحيح. بوفر له مشاريع تكون جاذبة لكل الأيدي العاملة. إن شاء الله أنا متوقع خلال 3-4 سنين مع المستثمرين، إحنا عندنا 225 مستثمر متقدمين بمشروعات، عندنا مصنع سيراميك بمليار جنيه، عندنا مصنع حديد، مصنع المصريين للأسمنت باستثمارات 5.5 مليار. الحقيقة الصعيد واعد من يوم ما الحكومة بدأت تضخ وتوجه كل هذه المشروعات. أنا متوقع الحمد لله الدولة إن شاء الله الصعيد يكون مكتمل إن شاء الله تمام. دولة بدأت وانتبهت لضرورة تنمية الصعيد. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة المحافظ دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.